السلام عليكم جميعا. بالفيديو السابق عملنا run لل analysis، عملنا كم خطوة قبل الران وعملنا هالخطوة بعد الران. ما رح أعمل check لهالخطوات، لأن كل ما عد فك الران عد العنصر من عناصر المبنى برجع بدي أعمل run، برجع لخطوة check orthogonal effect. إذا كان عندي orthogonal effect لازم أدخلها بالمبنى، بدي اعدل اللود باترنز، برجع بعدل اللود كومبينيشنز، برجع بعمل تشيك موديل، بعمل له ران وبعمل تشيك للديد، تشيك سريع لاشوف اذا في عنصر فالت بالمبنى منه ستيبل. بهالفيديو رح احط لينك للفيديو السابق بالدسكربشن. بهالفيديو رح اعمل تشيك للاكسنتريستي، سنتر اوف ماس، مع المقارنة بين السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي، شوف الفرق بينهم، ومن هالاساس ببين عندي المبنى اذا تصميمه او توزيع الاعمدة والشير وولز توزيعهم مظبوط بالمبنى او بده تعديل. بالنسبة للسنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي، المفروض يكون الفرق يعني المسافة بين السنتر اوف ماس على الدي اكس اللي هو المسافة الكلية على الاتجاه اكس البارالل للاكس، والاي واي على الدي واي تكون اصغر من 15%. الكود اي اس سي اي بالفرع دي 3.1 موضح هالعملية او ملمح على الرقم انه في حالات معينة بيكون المفروض يكون اصغر من 15%. لكل الستوريز السنتر اوف ماس هي بيتحكم فيها المسقط المعماري للمبنى، يعني احنا ما فينا نتحكم فيها. المسقط المعماري شكل السلاب، سمكه ووزنها والاحمال اللي عليها. مثلا اذا عنا مخزن بهالمنطقه راح ياخد شوي سنتر اوف ماس لعنده. فنحن ما بإيدنا نتحكم بالسنتر اوف ماس، بس نحن بنتحكم بالسنتر اوف ريجيديتي. سنتر اوف ريجيديتي بيجي حسب توزيع الاعمده والشير وولز. مثلا اذا مجمعين الشير وولز بهالمنطقه راح ياخد السنتر اوف ريجيديتي لعنده، او اذا فوق راح ياخد طلوع لفوق. فرضا طلع عنا السنتر اوف ريجيديتي بهالمنطقه، فالمسافه الاي اكس هي المسافه بين هالمنطقة وبين السنتر اوف ريجيديتي والسنتر اوف ماس على الموازية للاكس على الدي، او نحن مسميينها على الدي اكس اللي هي هالمسافة من اول مبنى لاخره باتجاه اكس. نفس الشيء السنتر اوف ماس للاي الاكسنتريستي للواي، او المسافة بين السنتر اوف ريجيديتي والسنتر اوف ماس موازي لواي على دي واي. المفروض يكونوا تحت 20%، لما احنا عنا من 0 ل 10% ممتاز، يعني توزيع الاعمدة مريح. من 10% ل 20% توزيع من مريح مقبول، بس رح يكلف، يعني رح يزيد، هيكون في قوة فتل على الشير وولز ولا الأعمدة حسب النظام الإنشائي المقاوم للزلازل. رح يكون في قوة فتل على الشير وولز تزيد نسبة التسليح بطريقة كبيرة. فوق 20% صار منه مقبول، صار كتير بكلف إذا طبقناه. فنحن رح ناخد فكرة عامة عن الإكسنتريستي بهالطريقة. هلا بالنسبة للدي اكس ودي واي، في مهندسين بيقولوا الدي اكس هو الطول المارق بالسنتر اوف ريجيديتي، يعني من هون لهون. يعني لو عندي مثلا غرفة زايدة هون بهالمنطقة فيها مش بالكون، فيها شير وول او كولوم، ما بيخدها لانه المسافة اللي قطعها بالسنتر اوف ماس منا مرقة فيها. في مهندسين بيقولوا المسافة العظمى بدون بليكين، يعني من هون لهون. هلا بهالبروجكت ما راح تفرق كتير، واجمالا لما بالمباني المقومة للزلازل ما لازم يكون فيها تشوهات كبيرة، فما راح يكون في فرق، يعني راح يكون فرق بسيط بين هال. اذا اخذنا نحن بناخذ الطريقة اللي فيها اكتر امان، بنشوف شو المسافة بتعطينا اكتر امان، بناخذها.
هلا لو اخذنا اي طريقه اخذناها، في كذا طريقه، في لناخذ الدي واي هسه بنشوف وين السنتر اوف ماس، بنرسمه على الدي اكس اف اللي دخلناه للمبنى يكون عندنا نفس القياسات، هو بيعطينا اكس واي هون بالبرنامج اللي بنشوفه، بنرسمه وبناخذ بنقيس بالاوتوكاد هالمسافه من هون لهون، او فينا مجرد ما مرقنا الماوس على هالنقطه ببين عندي الاحداثيات بهالمنطقه هون، بنقصهم يعني اذا مرقت الماوس سجل اول احداثيات واخر احداثيات، بنقص مثلا اكس من بعضه بيطلع عندي مسافة المبنى، كل الطرق قريبة على بعضها. انا راح اخذ طريقة شوي اسهل اللي هي هلأ حتاخد لي مسافة الدايفراغم العظمى لما عرفت الويند لود. اذا بروح على اللود باترنز، بروح على الويند، اعطاني الطول بالواي والطول بالاكس، بروح على الاكسل هيدي بالواي وهون بالاكس، رح نزل الواي عجنب، برجع الايتابز لاشوف السنتر اوف ماس سنتر اوف ريجيديتي، بفوت على results بشوف بال structure results في center of mass and center of rigidity، بفوت عليها بتأكد اذا عندي شي طابق منه مبين طابق من هالطوابق، او معقول كله ما يبين عندي center of rigidity، بدي اتأكد انه كل السلابز عليها اذا بعمل right click عليها كل السلابز موجود بالدايفراغم، معرف لها دايفراغم، اذا ببين الدايفراغمز بدي اتاكد انه كل السلابز معرف لها دايفراغم، لانه اذا مني معرف لها دايفراغم ما بتبين بالتيبل اللي معنا. بدي اتاكد من شغله، اذا بشوف بالست لود كيس تو ران بدي اتاكد انه حاطط الكالكوليت دايجرام سنتر دايفراغم سنتر اوف ريجيديتي، لكن انا بفوت على سنتر اوف ماس سنتر اوف ريجيديتي، بدي اروح على تجميع الماسز بهمني تجميعهم، بدي اروح على center of rigidity بعمل كوبي بحطهم هون، اذا عملنا مثلهم هلا هون عندي مثل ما شايفين دي اكس، هون عندي دي واي، هون عندي center of mass، هون بنرسمها قلنا بنرسمها بالاوتوكاد x والواي معي هون برسمه، باخذ المسافة بدل ما اخذ الدي اكس من الدايفراغ باخذ المسافة من الملف دي اكس اف اللي عملنا له انسرت على الايتابز، وعندي center of rigidity ناقصنا الاي اكس والاي واي، من المتوقع تطلع الاي اكس صغيرة لان المبنى عنا متناظر، يعني اذا بنشوف في سيمتريك اذا بنشوف بنرسم خط بالنص الدايفراغم بيعطيني تقريبا سنتر اوف ماس، لان السلاب يعني على يمين وشمال الخط في تناظر، وما في عندي تجميع لكتل مثلا محل في اوزان اكتر من محل، فالسنتر اوف ماس راح تكون بالنص، والسنتر اوف ريجيد هي نفس الشيء يمين وشمال الخط الكولومز والشير وولز متشابهين، فهيكون تقريبا السنتر اوف ريجيد يا فوق بشوية تحت انفرضا هون، فمسافة الاي اكس مثل ما شايفين هتكون تقريبا زيرو، بس بالاي واي في تجميع للشير وولز تحت وفي يعني منه متناظر، اذا بنرسم خط تقريبا دايفراغم بيكون سنتر اوف ماس، في تجميع للكتل فوق فما طلع بنص المبنى، وفي تجميع للشير وولز راح نشوف وين راح يطلع، فانا على الاي واي حيكون في اي واي بس الاي اكس حتكون كتير صغيرة، اذا بنعمل
الفرق نطرحهم من بعضهم. هاي الـ EX انتو ما شايفين ارقام كتير صغيرة، ناخد الـ EY ارقام اكبر شوي، بقينا نشوف الـ EX على الـ DX. اذا بنقسم الـ EX على الـ DX يطلع عنا ارقام كتير صغيرة، نضربها بمية لنشوف النسبة. طلع عنا نسبة أقل من 1%، فنسبة الإكسنتريستي كتير صغيرة ومتوقعة لأنه في سيمتريك. نشوف الـ E Y على الـ D Y، عنا أكبر نسبة تقريبا 4-6%. مثل ما شفنا نسبة الاكسنتريستي صغيرة للمبنى اللي معنا، صار عنا فكرة عامة عن المبنى. اذا كان في فرق بين السنتر اوف ماس والسنتر اوف ريجيديتي بدنا نعدلهم عن طريق تعديل اتجاه الاعمدة، بيأثر ثيكنس للشير وول، بيأثر طول الشير وول بيأثر. فمثلا اذا كانت باتجاه معين فوق او شمال، بدنا نكتر شير وولز على اليمين لنسحب السنتر اوف ريجيديتي ليوصل على السنتر اوف ماس، او بنقلل من اللي على اتجاه اللي ساحب السنتر اوف ريجيديتي، بنقصر الشير وول، بنغير اتجاه العمود، اتجاه الريبز بيأثر. في كتير عوامل بتأثر على السنتر اوف ماس سنتر اوف ريجيديتي. المشكلة بتبين بالسنتر اوف ماس سنتر اوف ريجيديتي اذا كان عندنا بيزمنت وفي ريتيننج وول كبير دير مندار المبنى، او باتجاه معين من المبنى بيسحب السنتر اوف ريجيديتي لعنده. اغلب المهندسين بهالحالة ما بيطلعوا ما بيقارنوا السنتر اوف ماس سنتر اوف ريجيديتي بحالة البيزمنت. بس للمبنى اللي معنا عرفنا انه الاكسنتريستي جيدة جدا. بنكون خلصنا لهالفيديو.